السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة زمالك نيوز، وتساؤلات عديدة حول صفقة أو الصفقة القوية في نادي الزمالك اللي اتكلم عنها يعني بعض الإعلاميين في تصريحات خلال برامجهم أمس. يعني البداية كانت من عند الإعلامي إبراهيم فايق اللي أكد إن نادي الزمالك بيستعد لإبرام صفقة وقال قوية جدا 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 جدا، يعني قال جدا دي كتير قوي، فده مش هيتقال على لاعب عادي، ده لاعب اكيد لاعب كبير. وقال ان الصفقة دي ان تمت ستنال استحسان جمهور نادي الزمالك جدا جدا جدا. الصفقة دي اللي اتكلم عنها ابراهيم فايق ومدح فيها وقت طويل اثارت التكهنات واثارت التساؤلات. حتى الآن لم يتم تحديد لاعب بعينه. اللي كمل الموضوع اسلام صادق اللي قال لك ان نادي الزمالك سيبرم صفقه قويه ستثير ضجه كبيره. نادي الزمالك قريب من التعاقد مع لاعب سيثير ضجه كبيره في الوسط الرياضي. هذا ما قاله اسلام صادق تاكيدا لكلام ابراهيم فايق. كمل الامر خالد الغندور وقال لك نادي الزمالك بيستعد لابرام صفقه لاعب كبير جدا جدا جدا. قال لك ان اللاعب ده هينقل نادي الزمالك وانه لاعب كبير وكلام من هذا القبيل. اكد برضو هذا الكلام احمد حسام ميدو اللي قال لك ان نادي الزمالك بيستعد لابرام صفقه قويه، ولكن ما بالغش في وصف الصفقه زي ما الاخرين يعني بلغوا. ده طبعا معروف لانه احمد حسام ميدو هيكون جزء من التفاوض حول هذه الصفقه، لانه الان احمد حسام ميدو مسؤول في نادي الزمالك، فلو يهمه ان يكون في سرية او على الاقل ما يكونش في لفت نظر. انك تقول صفقة كبيرة جدا جدا فالمنافس هياخد حذره وهيتقص، ممكن يتدخل لو لاعب من بين صفوفه هيحافظ عليه علشان ما يدخلش في الدوامة اللي دخل فيها بعد صفقة عبد الله السعيد الشهيرة. ده الكلام اللي اتقال امبارح. طيب التكهنات بقى، بعض الصحفيين تحدثوا عن حسين الشحات، ان حسين الشحات هيكون هو صفقة نادي الزمالك. تعاقد نادي الزمالك مع حسين الشحات سيكون اسهل مما يمكن، لانه دي صفقه مجانيه. حسين الشحات انتهى عقده مع النادي الاهلي، والنادي الزمالك لو عايز يضمه هيدفع للاعب مرتبه يمضي العقد، خلصت القصه، ملوش علاقه بالنادي الاهلي تمام. حسين الشحات لو عايز يسيب النادي الاهلي ويلعب للزمالك مش هيكون في اي ازمه في الموضوع او للاهلي دخل بالموضوع. نادي الزمالك اذا اراد التعاقد مع حسين الشحات، فمثلا حسين الشحات يعني راتبه في الاهلي يعني طلب ما يقرب من 15 مليون جنيه او 13 مليون جنيه صافين ضرائب. فنادي الزمالك والاهلي طبعا رافض. نادي الزمالك لو طلب من حسين انه يعطي، او حسين الشحات طلب من نادي الزمالك سي 20 مليون جنيه في الموسم مش 15 زي ما طلب من الاهلي، احنا بنقول سي على سبيل المثال، فالنادي الزمالك هيحسبها ازاي؟ هيحسبها انه 15 او 10 راتب اللاعب و10 يتقسموا كل موسم مثلا تمن شراء لاعب دولي. ده التفكير اللي تحدث عنه البعض، او يعني حسب ما اقيل يعني. ده تبرير مسؤول نادي الزمالك انه اللاعب لو تقدر راتب كبير فيا سيدي اعتبر انك اشتريت لاعب دولي من نادي. القصه واصله لك ازاي؟ ففي نفس الوقت مش هيكون عبء او مش هيعتبر عبء زي ما البعض بيتصور. ده تبريرهم. خالد طلعت الناقد الرياضي فجر مفاجاه كبيره وقال لك ان اللاعب اللي بيتفاوض عليه نادي الزمالك هو عمر السومة. عمر السومة مهاجم أهلي جدة اللي كان معار للنادي العربي القطري، واللي نادي أهلي جدة أعلن إنه لاعب لن يعود لصفوفه مجددا، وإنه فتح المزاد على بيعه أو إعارته مجددا حسب العرض الأنسب اللي يوصل. فهل عمر السومة هيكون هو صفقة نادي الزمالك القادمة؟ هذا يعني خالد طلعت كان بيتكلم بثقة، خصوصا إن خالد طلعت للعلم يعني لديه اتصالات في السعودية ولديه أصدقاء صحفيين من السعودية، وكان اشتغل في فترة من الفترات يعني أو يعني كان في تعاون مع بعض البرامج السعودية، ده اللي قيل يعني. فهل الصفقة هتكون عمر السومة أو حسين الشحات أو لاعب آخر حسب ما أكد بعض الصحفيين؟ لأنه هنا بقى هنا في مزاد على التكهنات، كل شوية تلاقي واحد طلب معلومة شكل. ففي دلوقتي 3 معلومات: حسين الشحات وعمر السومة لاعب آخر. محمد شريف اللي اتقال ده صعب لأنه محمد شريف عقده هينتهي
مش الموسم ده، فصعب ان نادي الزمالك يشتري في فتره الانتقالات اللي جايه. احمد عبد القادر نفس النظام، ليه عقد ممتد مع النادي الاهلي، فالاسمين دول انطرحوا لكن هم بعاد كل البعد عن نادي الزمالك. حسين الشحات وارد، عمر السومه ممكن، لكن انا اعتقد ان الصفقه هتكون ابعد من عمر السومه، ده توقعي، دي مش معلومه. يعني انك تقول صفقه ضجه كبيره جدا وستحدث وخلافه، اعتقد انه اسم يا اما يكون من جوه الاهلي ملاعب كبير مش لاعب احتياطي. يعني ما تروحش تجيب لي ايمن اشرف اللي متجمد من اول الموسم وتقول لي دي صفقه هتحدث ضجه كبيره. ممكن رمضان صبحي، ده اسم ما انطرحش، لكن انا بخمن، انا بخمن، هنشوف الايام هيكون فيها ايه، واول ما يوصل معلومه اكيد هنوافي حضراتكم. وابراهيم فايق قال انه في برنامجه النهارده قد يكون هناك بعض التفاصيل حول هذه الصفقه علشان جمهور نادي الزمالك يعني يكون متابع للقصه عن قرب. هنشوف الايام فيها ايه وهنشوف القصه فيها ايه، ولكن يبدو ان نادي الزمالك على اعتاب صفقه مدوية.